السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبايبنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم فيديو جديد ويوم جديد، وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا وعليكم ويسعد مساكم. بداية حبايبي خلينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، خلينا نبدأ يومنا بالصلاة على النبي. طبعا يا إخوان راح ننبه عليكم بس تنبيه صغير عشان اللي يكون عارف، طبعا يا إخوان إحنا لسه ما بلشنا المسابقة تبعت 20,000 لأنه لسه ما وصلنا 20,000، ولكن إحنا أعطيناكم طريقة إنك تزود فرصة ربحك فيها بأسلوب إنك تجيب مشتركين، ولكن في بعض الناس فهموا الموضوع غلط وصاروا يجيبوا مشتركين ولكن ما يشتركوا، تمام؟ فيا صديقي المطلوب منك عشان يتسجل اسمك وتدخل على السحب عشان تصير من الثلاثة المحظوظين اللي راح يتسجل اسمهم مرتين، لازم 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 اللي بيجي من طرفك يشترك في القناة، يحط اشتراك عشان ينحسب إلك إنك جبت حدا، بينما أنت بتجيبه يعلق ويطلع ما بزبط التعليق، التعليق باطل، لازم يكون مشترك في القناة أساسي اشتراك، يحط اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلنا إشعار إنه فلان اشترك، تمام؟ بعديها بنعرف مين هذا اللي اشترك، بندور بالتعليقات أجا من طرف مين وبنسجل، وإلا ما بزبط تعليقك او ما بزبط انه ينحسب لك انك انت جبته، فاجباري اللي بتجيبه لازم يكون مشترك في القناه. طيب اخوان انا اليوم جاي اجيب لكم اعمل لكم حلقه يعني كثير 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 ناس طلبها وخصوصا المبتدئين. بس قبل ما اعمل اي شيء اخوان، اليوم طلعت انصدمت بشغله، يعني اقسم بالله اني زعلت كثير. ماتت عندي طيره، يعني لو مات الفحل ما عندي مشكلة، ولكن الحمد لله يعني ربنا زي ما قلنا لكم ما بأخذ منك إلا لا يعطيك، دائما الأفضل، دائما نحكي الحمد لله دائما وأبدا بالسراء والضراء. طيب شو اللي ماتت عنا؟ ماتت عنا طيرة مشمشية يا إخوان، يعني ما بعرف تحكي، بس الحمد لله رغم أنه أنا عندي كل شيء تمام على السطح وبحاول أدفي قدر الإمكان، ولكن يا أخوان خلاص الموت موت، يعني ما في إشي ما بتقدر، ما في إشي بالدنيا بيقدر يمنع الموت، ما في إشي بالدنيا بيقدر يمنع الموت. ماتت عندنا الطيرة مشمشية الزرقاء هيها، طبعا امبارح شفتوها بالفيديو ما شاء الله عليها، كانت تأكل وبتشرب وهيها ماكلة وشاربة، بس على ما يبدو مش متحملة برد، على ما يبدو مش متحملة برد، رغم اني امبارح كنت حابب يعني اني اطلع اولع نار بالليل عند الحمام، بس والله ما قدرت، ولكن الحمد لله نصيب. طبعا الجنين هذولا، عندنا الجنين هذول، خليني افرجيكم اياهم. هنا كان في مشمشيات زرق، وكان هنا في مشمشيات زرق. الجنين هذول فضيتهم حاليا لانه فيهم مضرب هواء، شايفين الفتحات هاي، انا حاس انه ماتوا من البرد، ماتت الطيرة من البرد، ففضلت ايش اعمل، نقلت الجواز هان في الجن المسكر هذا مؤقتا الجوزين هدول، وخليت هدول الجنين فاضيات عشان ما يجي برد ويتعب باقي الجواز الثانية، ويعني انا عملت خير في جوز وموتت جوز، موتت فردة يعني. طبعا الفحل هذا يا اخوان جاينا هدية وعزيز علي، يعني فراح ان شاء الله باي طريقة لازم اجيب له طيرة، لازم اجيب له طيرة، لو برملية لو اجيب له مشمشية لو شو مكان حقها راح اجيب له طيرة، لانه الطير عزيز علي واجاني من شخص عزيز، تمام. المنيح انه يعني نقلنا العبيد السود، انه لو كان مات الفحل او ماتت الطيرة كمان مشكلة، راح نتلبس باشي اقوى من هيك، ولكن الحمد لله. طيب شو عندنا اليوم؟ اليوم يا اخوان بجيب لكم طريقة انك تعرف او بعض الاساليب اللي تعرف فيها الفحل من الطيرة. طيب يوسف انت قلت لنا قبل هالمرة صعب تحزر، ما انا جاي لك في الحكي، لا تسبق الاحداث. اول شيء لازم نعرف، اذا حكينا اول طريقة وثاني طريقة وثالث طريقة ورابع طريقة وخامس طريقة، وقد ما حكينا طرق، دائما الطريقة السلمية الصحيحة انك تشوف بعينك، انك تشوف بعينك. مثلا يعني في بعض مواصفات، خلينا نجيب على الطيرة هاي مثلا تكنولوجية، لو اجيت ومسكتها، دائما المحترف
او اللي عنده خبره شوي بالحمام زياده بتفرج على العين، بتفرج على العين. دائما الطيره يا اخوان وسخت علي الطيره، دائما الطيره بتكون عينها شويه ضعيفه باهته، او خلينا نحكي مبينه فيها لمعه، تمام، بتكون عينها خلينا نحكي مكسوره، تمام، حجمها صغير، راسها صغيره، تصرفاتها طب مش تصرفات خشنه، مشيتها وقفتها بتكون دائما اضعف من الفحل، تمام، زائد حجمها دائما اقل من الفحل الطيره، تمام. هاي اول طريقه، تمام. في طرق ثانيه يعني زمان، خلينا نحكي، بس انا مضطر احكي لكم كل شيء عشان تكونوا عارفين، وسامحوني اذا غاب عن بالي شيء، تمام، لان انا مش منسق الكلام، اخذت بعض الاراء الشباب اللي بعرفهم وحكوا لي بعض الطرق، ولكن نقيت انا المعقولات شويه اللي كان متعارف عليهم. في شيء، في ناس بحطوا زي حديده بحكوا لها ماندول او بندال شيء زي هيك بحبل، وبقلب الطير او الطيره وبمسك الحبل، تمام، زي هيك بمسك الحبل وبحطه على فتحة المخرج تقريبا، وبرفع الحبل، تمام، سواء فحل أو طيرة. إذا طلع ولف أفقي زي هيك عمودي، لف مش دائري، بكون فحل. إذا لف دائري بكون طيرة، تمام. هذه طريقة. في عنا طريق كمان في ناحية الأصبع، ولكن هاي بدها يعني ناس كثير محترفة، حتى يعني حتى أنا مش حقدر أعملها. على الأغلب دائما الطيرة بكون في لها أصبع أطول من أصبع بمل، أقل من مل، تمام. بتيجي بتمسك الطيرة زي هيك، المشكلة كل الطواير عندي أو الفحول رجليها موسخة عشان الدنيا شتاء. طيب يا اخوان، خلينا ننظف لكم رجل الطيره هاي، عشان انا مش متاكد طيره او فحل، بس خلينا ننظف رجليه ورجعنا لكم بعد ما غسلنا رجلين الطير. بس ايش الامور، تمام. يعني طبعا يا اخوان الطريقه هاي مضمونه ومش مضمونه، تحسبا لعدم اختيارك المقاس الصحيح لاصبع الرجل. يعني كل واحد له نظره، كل واحد له نظره. يعني مثلا انا بالنسبه هاي لي انا قستها طيره، قست الاصابع طيره، ولكن احنا كناس عندنا خبره من زمان نتفرج على العين وخلص، العين هاي طيره، خلص طيره وبنغلط، ولكن ما بنجيش نقيس هاي القياس، قليل جدا ما يعملوا هاي الحركات، ولكن احنا بنعلمها لكم كاسلوب تعليمي فقط، تمام. بكره بصير عندك خبره بتصير تعرف. طبعا يا اخوان اول شيء مسكه الطير، مسكة الطير بأي أسلوب تمسكه امسكه، المهم إنك تتحكم بأصابع رجليه، تمام؟ تمسك رجلك، طلع رجلك هيك، طلع المسكة. هو عنده أربع أصابع الطير، بترجع الأصبع اللي بالنص لورا، وبتمسك هدول الأصبعين، ما بتغص عليهن، ما بتغص عليهن، تمام؟ تمسكهن زي هيك، ركز معي منيح منيح، وبتشدهن لفوق شوي، طلعوا منيح، مش واضح صح؟ واضح ولا مش واضح؟ اوضح بالله عليك. طبعا يا اخوان بشكل عام في عندنا اصبع اطول من اصبع بشغله بسيطه. طيب طب انت قاعد بتقول لي اصبع اطول من اصبع واصبع اكثر من اصبع، شو يعني؟ خذها قاعده، دائما الطيره بيجي عندها اصبع اطول من اصبع، هو مش طويل يعني تحكي شبر ولا متر ولا شيء، هو بيكون عباره عن يعني ملي، ولكن نظرتك هي اللي بتحدد. يعني اذا انت ما تفرجتش او ما خليتش عينك منيحه نظرتك، تعرفش الفحل من الطيره، تمام. خلينا نقيس ثاني مره ونشوف على الرجل الثانيه، نقول بسم الله، نحاول بس نبعد عن الاضاءه، بلكي بينت معنا صح، هيك نقول هيك، ظبطي لي حالك. طلع يا اخوان في شعرة بسيطة، ولك اوضح مشان العالم كلها، في شعرة بسيطة يا اخوان، هيك مبين. طب دقيقة،
نسفة بسيطة أطول. طبعا لا تتفرج على الأظفر، الأظفر طبيعي جدا إنه ممكن يكون في أظفر أطول من أظفر، إحنا بنحكي عن العلامة هاي. هسا بنعلمكم عليها بالضبط، بنحط لكم عليها إشارة. عندنا هان أصبع أطول من أصبع. طيب أبو يوسف، هيك عرفنا إنه الطيرة دائما عندها أصبع أو راح نعلم لكم عليها في المونتاج. أنت قلت لنا إنه في إشي أطول من إشي أو أصبع أطول من أصبع، معناته الطيرة. طب هاي الطيرة، طب خلينا نشوفها. هذا كشف معي فحل لأنه برم شفته بعيني، وإحنا قلنا لك دائما كذب كل الناس وصدق عينك، تمام؟ خلينا نشوف. هذا امبارح هوج قدامي وأنا كنت حاكي عليه إنه فحل. خليني أغسل رجلي على السريع. بسم الله. طبعاً إخوان الجوز هذولا ما شاء الله عليهم خارقات عاليات صراحة. طلعوا إخوان عندنا هون، خلينا نقلب بس هيك شوي إحنا عشان نحاول الإضاءة إنه ما تعاكس عليكم. بسم الله. تمسك الأصبعين، ثلاث رجله هيك تمسكها طبعاً. وأنا مضطر، أنا بس بتغلب بالمسكة لإني إيش بصور لكم، بينما لو إني لحالي ما بتغلب. عنا هان الأصبعين يا إخوان نفس مستوى بعض بالضبط، شايفين؟ لا لا لا، نفس مستوى بعض بالضبط. طبعا يا إخوان بترجع لقياس نظرك أنت، لنظرتك أنت أولا ثانيا لتقييمك هل انه فعلا الاصبع اطول من اصبع ولا لا. هو الدرجة بسيطة جدا. طيب خلنا نفترض احنا هدول بدناش نحذر عليهم، جبناهم جديد، بدنا نجيب فحل من عندنا قديم معروف انه فحل، وطيرة من عندنا معروفة انها طيرة، تمام؟ ممكن تحكوا ابو يوسف بحب تعيد كثير. انا ما بحبش اعيد، انا بحب اعلمك. خلينا مثلا فرضيا نجيب اليهوديات طيب عليها على الفيض، مش هخسر رجليهن عشان ايش؟ عشان راح ترجع تقعد على البيض، تمام؟ ننظف رجليها هيك بس تنظيف بشكل سريع، تمام؟ خليني اقيس انا قياسي واشوف اول شيء، شوف تقديري للموقف. طبعا احنا ما بهمنا الاظافر يا اخوان، الاظافر ما بتهمنا، لا تتفرج على الاظافر، دير بالك الاظافر ما لهن دخل. بنعمل هيك مع بعض، فعليا في اصبع اطول من اصبع، شايفين؟ بشغلة بسيطة. طبعا هذا الورا سيبوكم انه لا تتفرجوا عليه، ها خليك على الاثنين اللي قدام، هذول الاثنين، تمام؟ خلينا نجيب الفحل نشوف. طبعا هاي طيرة عندنا اصلا طيرة، يعني فحل وسختني يا زلمة، الله يسامحك يا زلمة. طيب هنشوف الفحل مش عم بيض عادي لو غسلنا رجليه. غسل رجليك يا كبير. طبعا راح يكون في حلقة كيف تنظف رجليه من الفحل، من الشغلات اللي بتكون معلقة برجليه، كيف تنظف يعني الأشياء الوسخ اللي معلق في رجلين الطيور، زائد تنظيف أنف الحمام بالذات الخشنة كيف تنظفها، إن شاء الله عن قريب. إذا بتحبوا نعمل الحلقة هاي حطونا بالتعليقات. عندنا الفحل هان قد بعض، خلينا نجيبهم هان، خلينا هيك بالضبط، نعمل قد بعضها، قد بعض بالضبط. طبعا يا اخوان هذه كمان برضو انا هيا بدي احكي لكم، انا علمتكم ولكن برجع بقول لكم انا كذاب. ليش ابو يوسف تحكي هيك؟ انا كذاب؟ اذا انت شفت بعينك مثلا، انت فحصت
وطلع فعلا في اصبع اطول من اصبع، نفس الشيء تقريبا زي هيك يا اخوان بالنسبه للحمام، زي هيك بين الاصبع هذا والاصبع هذا، في اصبع بكون اطول من الثاني بمسافات بسيطه. ركز هنا منيح، هنا منيح، اصبع اطول من اصبع بمسافات طويله معناته طيره. اصبعين، ايش عندي؟ اصبعين قد بعض، اصبعين قد بعض، خلينا نخليهم قد بعض، فحم. طيب انا شفت اصبعين قد بعض وطلع طيره، معناته انا كذاب عادي، طبيعي جدا، لانه انا شو قاعد بقول لك؟ لازم تشوف بعينك. طيب من الاساليب الثانيه، حوض الطيره دائما اوسع، وهذا غلط، لا تركن عليه. طب ليش ابو يوسف؟ مو فعليا الطيره حوضها اوسع؟ ماشي يا صديقي، بس في فحول كمان حوضها اوسع، هاي اكس عليها لا تمشي فيها. كثير ناس بيجي بحس لك الطيره من الطير اول ما يشتريه من ورا، مش هدف. طيب طريقه خامسه، هاي الطريقة فيش حدا بيعرفها، الأغلبية ما بيعرفوها. واحد، اثنين، ثلاث، ركز لي بعد الثلاث ريش، ريش الطير، الطيرة دائما بكون رفيع. خلينا نشوف الفحل بعد الثلاث ريش، ركز على الريش الأول وركز على الريش الثاني. واحد، اثنين، ثلاث، طلع ريشة الفحل كيف عريضة، طبعا بالفراخ وبالطواير، يعني بالفراخ وبالفحول، قارن وشوف، او بالفراخ وبالحمام العادي. واحد، اثنين، ثلاث، سيبك من اول ثلاث ريش وركز على عرض الريشة هان. ان شاء الله يا رب حدا يستفاد من هالموضوع. خلينا نعمل هيك، واحد، اثنين، ثلاث، وركز على عرض الريش هان. ها هاي طريقة. طيب طريقة قديمة. أنا لازم لما بدي أحكي لك شغلة يا بعطيك إياها أساسية إنك تفهم وتقتنع تماما يا إما بلا. آخر طريقة ممكن نكتشف فيها الفحل من الطيرة، ولو إني ما كنتش حاب أعملها، ولكن راح أفرجيكم إياها حتى نكون آخر الطرق والأساليب يلي وصلنا لها زمان، مش حديثا يعني. اخ نشوف عندنا هون فحل شخشلي ما شاء الله عليه، جميل جدا، اسود، اشي بجنن. الطريقه هي بتعمل للفرح هيك، تمام، تمسك محواله هيك، الطير بشكل عام مش الفحل بس، وبتفلته، تمام. الفحل يا اخوان المفروض انه يرفرف جنحانه، بينما الطيرة، تمام، طيرة جميلة حلوة، بتشد هيك، ما بتشد انت، بس هيك بتثبتها هيك وبتتركها شوي شوي. تمام، المفروض انه الطيرة كمان انه ما ترفرف. انا عندي الفحل رفرف والطيرة رفرفت، شو يعني؟ يعني انه هاي اخوان الطريقة غلط ومش صحيحة، ولكن زمان واحنا اولاد صغار كنا نعملها. كنا نعملها عشان نعرف الفحل من الطيرة، لانه ما كانش عندنا اساليب انه، او ما كانش عندنا خبرة انه نعرف من الطير من الطيرة. ورغم هيك برجع بعيد وبكرر انه هذا الموضوع اصلا لا يصح، وليس له اي 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 اهميه من احنا بنحكي. يعني شو قصدك اي اهميه؟ يعني لا تمشي ورا اي كلمه انا قلتها من هذا الحكي كله، غير انك تمسك الفحل، اذا انت شاك انه فحل بتحطه يومين بجن، وبتحط معاه طيره، بعد يومين غصبت عنه راح يهوج عليها ويكشف معك فحل. بينما جبت الطيرة وشاك انها فحل، بتحطها يومين بجن وتفوت عليها طيرة زيها، فمش هتهوج، فراح تبين طيرة. او بتفوت الطيرة الفحل اللي شاك انه طيرة، بتفوته على فحل، تمام. ركز معي، برجع بعيد لك، الطيرة بتفوت عليها فحل، او الطيرة اللي شاك انها فحل بتفوت عليها فحل، تمام. فبالنهاية راح تزيف،
والفحل اللي شاك انه طيرة بتفوت عليه طيرة وبتتأكد اذا انه فحل ولا لا، وانت لك حرية الخيار، ولكن بالنهاية اللي شاك فيه طيرة حط له فحل، واللي شاك فيه انه فحل حط له طيرة، او العكس. بالنهاية لازم تشوف بعينك، تشوف بعينك، تشوف بعينك انه ببرم او ببرمش. بينما انا مسكت وفحصت طلعت معي طيرة، خلاص طيرة هاي حتى لو برمت اوعى تفكر بهذا الحكي. في طواير تكنس بتجر ذنب وبالاخر بتبين طيرة، في فحول مقودات على بعض بتفكر فحل وطيرة، بتقعد سنتين زاقن على بعض وما بنتجن، وهم اصلا فحلين او هم اصلا طيرتين. فهذه المواضيع لازم تشوف بعينك انه الفحل ببرم وانه الطيرة بتزيف وبتبيض او بتحن للفحل. هاي الطريقة يا اخوان اللي انا قلت لكم اياها لا تاخذوا فيها نهائي بشكل اساسي الا اذا اثبت لك بعد الفحص هذا انه فحل فقط. يعني جبت فحل، قست عليه كل الشغلات هاي، بينت عليه كل المواصفات هاي انه فحل، وزتيته مع طيرة وبرم على الطيرة، فهي هاي النتيجة صحيحة. واذا اكتشفت انه كل المواصفات اللي انت حطيتها عليه على انه فحل وكشف طيرة، فهو طيرة، ولا تأخذ في الكلام اللي انا قلته هذا انه صحيح. ويعطيكم العافية. عارف اني طولت عليكم، بس انا بحب اني اوصلكم المعلومة بشكل يعني نهائي. واللي ما فهمش يسألنا على اللايف، ان شاء الله راح نجاوبك. راح نترككم مع فقرة الكش تكملة فيديو مبارح. يعطيكم العافية اخواني حبايبي. بعد تكملة الفيديو، طبعا هذا اليوم الثاني، سوري نفس اليوم بس تكملة الكش، تمام. حمام لسه طايرة ما شاء الله عليها، نشيطة، قاعدين نفتح نفسها الصبح، مش الصبح يعني، احنا هسه حاليا بعد الظهر، سوري بعد العصر، شو الصبح، صار لنا هيك تقريبا 31 دقيقة الحمام طايرة ولسه شغالين عليها، لسه شغالين عليها بنطيرها. طبعا انا فاقد هسه كشميري، فاقد كشميري والمراسلي الاحمر لسه ما اجاش، ما بينش بالحارة اصلا، ممكن يكون فاسد وارد، ممكن يكون قاعد بدور وارد، ممكن يكون روح وارد، تمام. ولكن انا هسه في عندي كشميري المفروض ما يغيبش، وفي عندي هاب هيو الكينج مش قادر يطير، تعب خلاص لانه مش مدرب. شوف الفرق بين اللي مدرب، هيو هسه بجوكم من هان، شوف الفرق بين اللي مدرب وبين اللي مش مدرب، هيو هذا مش مدرب، هذا هي هي شوفوا حفظت مشوارها خلاص، ولا صفيرة ولا لويحة، شوفوا حفظت مشوارها. الحمام بتفوت جوا 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 جوا، لسه حتفوت، طلعوا لسه حتفوت، ها لسه. طبعا هذا لسه ولا اشي يعني المشي، ولكن احنا ايش بنعتبره تدريب بسيط لهم حتى يتعودوا. شوفوا هيها لسه بتفوت، قاعدة بتفوت بتفوت بتفوت. حمام القبل هاي كانت تفوت عبان ما تختفي، بتبطل انا ببطل اشوفها، تخيلوا انا ببطل اشوفها، ولكن لساته احنا في التدريب، احنا لساتنا بالتدريب، كله بالتدريب بصير. هاي الحمام هيو. طبعا ما الناس ممكن يقول لي ليش هسا انت الكشميري عندك كشميري ضايع مش مبين، ابصر وين راح، اختفى، عندك مراسلي اختفى. هسا انا ما بهمني، انا هسا انا بدرب حمامي. هسا انت اذا بدك تقعد تفكر في طيرك مقطوع وطيرك طيرك رايح وطيرك مش مبين، بتحطت حمامك تقعد تستنى، بس انت بتدرب هسا، الله معه اللي راح راح، اللي راح راح الله معه. الكشميري ممكن ازعل عليه اذا ما اجاش، بس راح يجي، مستحيل مستحيل يعني يعمل حركة مش منيحة الكشميري معي. طبعا هاي الحمام هاي هناك الحارة بلشت تكش، هذا ابصر مين هو مطلعكم، بس مش ابو احمد، هذا يمكن ابو فهد، الله اعلم الله اعلم انه ابو فهد، ولكن احنا ما بهمناش، احنا تدريبنا متواصل زي ما انتم شايفين. هاي البوز هذا بلش خلاص، بلش يقول لك انا مش قادر. طبعا البوز اصلا كان مريض يا اخوان، انا بعدره البوز الاحلس، تمام، انا بعدره البوز الاحلس دائما لانه كان مريض وطاب ورد مرض وطاب ورد مرض، فبعدره الصراحه صراحه بعدره. ليش؟ لانه ممكن يكون رد تعب، يعني رد تعب، فهاي الحركه انا ما بحب انه يعملها، فلما بعملها هيك بعرف انه الطير تعبان فلازم اريحه. بس انا راح اظن مطير، راح اسيبه اخليه يحط لحاله واظن مطير الحمام. خليكم معنا. وين الكشمير هي اجا؟
جاني من هان هيك كاين قاطع شكره هو والمراسلي الله اعلم ابصر هو المراسلي ولا هو لحاله ما بعرف بس هيو اجاني الكشميري الفرخ ظل المراسلي مراسلي مش مشكلة يعني الله بعوضنا فيه طبعا لنا صارنا مطيرين يا اخوان هيك 40 دقيقة صارنا مطيرين والحمام عندها نشاط هسه انا ما بدي امشيها بدي اخليها هسه تتعود تربط برمة ليش؟ انه البرمة مفيدة فيش اشي اسمه محط من العالي على طول بدون برمة بس البوز شوي تعبان البوز حاولت انزله ما رضيش ينزل بس ايش؟ تعبان بس ما بده ينزل ملاحق جناح الحمام عرفتوا كيف؟ هاي الكشميري شوف 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 كيف بدي يعزل بده ياخذ الحمام جوا الكشميري فرخ الفرخ زقرت هذا يا اخوان بده ياخذ الحمام جوا بس احنا ما بهمناش هسه بدنا نمسك الحمام برمة بس براحتها بدها تبرق بدها توطى توطى بدها تعلى تعلى انا هيني انا ما بصفر ولا اشي شايفين ولا بصفر ولا اشي بدها توطى توطى بدها تعلى تعلى وهذا لساته نايم هان هذا راح نكبه خلاص بلزمناش انا يا بدي طير انا بدي طير زي العالم بدي طير اطيره يتعب حمامي ما يحطش مش طير اول واحد يحط في الحمام بس بس شوف ما شاء الله يعني هو لو عنده المقدرة لو عنده المقدرة انه يطير كان لحق الحمام لانها فوقه هي ارتاح صار له بجوز ربع ساعة قاعد هان لو عنده المقدرة انه يطير او عنده نشاط طلع الكشميري كيف مأخر بده ياخذ الحمام الكشميري مش كان مأخر بس كان بيروح هيك فالحمام تتركه بترجع فبضطر يلحقها طلع ماسك راسه طلع 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 راسه 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 شوف بده يروح بس يا عم الحمام مش مطوعيته الحمام مش مطوعيته طلع رد ركب راسها الحقيقة مرة واحدة بس يعني من نفسه مع انه كانت تمشي الحمام بس هو ما كانش فيها لما كانت تفوت جوا الحمام هو ما كانش فيها طبعا يا اخوان عندنا نورية سودة فحلها مات اكتشفته اليوم نسيت احكي لكم عليه الطيرة النورية هاي فحلها مات فانا حطيتها مع الفحلين هدول خليهم ايش يتقاسموا عليها طبعا اذا اخذوها الفحلين خلاص يعني امورهم تمام ما اخذوها واحد برضو اموره تمام ولكن احنا منيح انه لقينا الطيرة اصلا ننزع عليها بعدين يا اخوان انا مش مولع بالنزع كثير يعني عشان تكونوا عارفين شوف هاي هالبطيات طبعا في حمام ممكن تحط من اولها بس احنا لازم تصفر لها او تعملها اشي تخليهاش تحط على طول لازم تمسك برمة الحمام يا اخوان الحمام اذا ما مسكت برمة ما بصير تحط من العالي بس على السريع فيش برمة انسى هيها برمتها طبعا يا اخوان عشان مش موعدها ديروا بالكم يعني انا لسه متعود اطلعها بعد هيك متعود اطلعها ولكن ايش الحمام اليوم عملت اشي منيح كويس مقبول خلينا نحكي حمام عملت اشي مقبول ولسه بتشتغل يعني احنا لسه في عنا بقولكم رح توصل علينا ايام ان شاء الله مع الحمام هاي اذا مشيت زي ما بدي رح تيجي عليها ايام تضلها تفوت جوا عبالنا تختفي بهمنيش تغيب ربع ساعة وتغيب ساعة وتغيب نص ساعة سيبك منه الحكي هذا تمام كان عندي حمام زي هيك بس يا اخوان احنا الفكرة هاي البوز دي حط البوز تعب والله يعني طلع البوز تعب البوز فيه اشي شكله رجع مرض هاي اول واحد كمان بدنا نرجع نازل وقاعد بعزل هام القوية صرت معزل ثلاث هاي من القوية هان ابصر شو القصة خليه ينزل بس انزل انت انزل انزل بديش احطط الحمام بدون برمة يا اخوان عرفتوا كيف انا ما بدي احططها بدون برمة بس بنفس الوقت بدي احطط البوز والبوز مش راضي يحط غير مع الحمام معه خلاص هيك حط البوز طبعا مش تعب طلعوا يا اخوان ما بلاهتش الطير هيو ما بلاهت بس احنا يا اخوان بتوجب علينا بما انه قوي نعمل معاه كل شيء إيه لازم له ما دام الطير ترك الحمام وبده يحط معناته فيه اشي غلط مستحيل اتدرب معها طار ونزل وحط معها وطار ليل وطار صبح وطار واعطانا مطار منيح وجناح سريع وترك الحمام وحط معناته في مشكلة في عندنا بندوق ابيض هيو والله هي صلاة النبي والله ما بتفرقوا على البندوق ما بتفرقوا عن البولندي فيها عجمي والله ما بتفرقوا عن البولندي تمام فهذا ايش بيدل على انه الطير ما شاء الله عليه صحة نظافة سرعة مطار ما في احلى من هيك شوف هسه لو ارجع اشد عليها بتمشي الحمام
بس خايف ألوح البوز يفز والله العظيم. بس 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 بس. هاي. بس. شوف ردت شدت جناح الحمام. شوف 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 شوف. نصها بده يقلب تحت ونصها بده يرجع. شايفين؟ بس 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 بس. يعني يا اخوان كله هذا بالتدريب بصير. على الاقل على الاقل حمامي يعني بتطلع من فوق راسي، خلينا نحكي على اقلها انها بتمشي من فوق راسي. بينما في ناس بضلوا كاشش لك حمامه، بتضلها ملزقه فوق راسه، وبتروح تخلطه وبحطط لك وبصيد لك وبقول لك صط لك القوي، خرب يومك ولا ما تطلع حمامك فوقي، جيبها فوقي، مشيها خليها تمشي، خليها تطلع بس من حارتك على الاقل. يعني انا على الاقل على الاقل حمامي منيحه بتطلع من الحاره من عندي، بتطلع من حارتي بتروح على حاره ثانيه، بركه الله نعمه وبركه ان شاء الله. شوي شوي نشتغل عليها بنخليها تفوت على حارات ابعد، ولكن كله بالتدريب يا اخوان، كله بالتدريب. ولكن انا يعني عندي مشكله كمان، انتم شايفين القوايا كل شوي قاعدين بننزل قوي، يعني هاي البوز قوي ابصر فيه شيء غلط، يعني هذا المفروض يضل طاير معها، ليش عمل هيك ما بعرف. عندنا هنا اللهم صل عليك يا نبي، عندنا الكشميري المراسلي هذا الكشامرة نفس الاشي، ليش عمل هيك ما بعرف. عندنا البولندي، يقول البولندي يعني كثر الله خيره عمل المن عملش، البولندي كان يطير على الرد الصماي مكسورة، وانا ما انتبهتش عليها الا لما انكسرت الرداية بنفس الجناح، يعني صماي ورداية عنده مكسورات كانوا سحبتهن، يعني هذا بده شهر ليطلع، يظل هنا ليطلع جناحه كامل. عندنا النور الأزرق بده أسبوعين ليطلع، لأنه صمايته كمان طالعة صماية جديدة له. هذا اليهودي، هذا اليهودي إخوان امبارح بتفرج عليه لقيته جناحه محدوف، والله نكد علي، بس قلت بدي أجرب أريحه هنا أسبوعين زمن يأكل ويشرب ما يطلعش بالمرة، إن شاء الله بتحسن يا رب. يعني هي مجرد تجربة، طبعا كسر الجناح وحدفة الجناح صعب تتعالج، الحدفة ممكن تتعالج يعني من الله ربنا يعني اللي بلطف لك فيها، أما تقول لي إنك تعمل فيها إشي ما بزبط. ممكن ناس يقول لي أبو يوسف سحبه جناحه مش محدوف 100% عشان سحبه، يعني الطير بيطلع فوق وبنزل بس فيه إشي غلط بجناحه، فأنا قلت خليني أريحه عشان ما تعبوش، بالذات إنه الدنيا هوا، الدنيا هوا وبتطيره وجناحه محدوف او فيه اشي بنحذف بزيادة، فانا ايش بعمل فيه، بعمل فيه افضل اشي اللي هو بتركه برايحه بعديها ايش بطلعه. طبعا بلشنا نصفي في الحمامات هذول اللي بنشوفه، مش ولا بد بنطلعه مع القوية، انصاد انصاد شرد شرد ضل ضل، المهم ايش نجربه مع القوية، عرفتوا كيف؟ اذا قوي هيو نحط في القوية، انصاد هيو وفر اكله شرد، الله يبارك لصاحبه اذا روح له تمام. وهي حمامنا طائرة، طبعا صار لنا هيك، صار لنا يا اخوان تقريبا قربنا نخش على 50 دقيقة، قربنا نخش على 50 دقيقة، خليكم معنا. طيب اخوان سكرنا 50 دقيقة بالضبط وحطت الحمام، حطتناها لانه لقيت اغلبيتها بدها تحط تمام. طبعا هذا مش موعدها، بس منيح انها طارت معنا ساعة الى 10 دقائق، خليكم معنا.